السائل محمد من مصر الشرقية يقول: ذهبنا للحج في العام الماضي ووجدنا الناس يرمون الجمرات في اليوم الثاني بعد صلاة الفجر، فرميت معهم، ولكنني سمعت من بعض الإخوة بأنهم يقولون بأن رمي الجمرات بعد الزوال، ونظرا لأنني لم أستطع الرمي في ذلك اليوم بسبب الإرهاق والزحام، فماذا يلزمني؟ مأجورين. نعم، الرمي قبل الزوال في أيام التشريق لا يصح، لأنه رمي قبل الوقت، وقت الرمي إنما يبدأ بزوال الشمس، فرميك قبل الزوال غير صحيح. فعليك أن تذبح فدية في مكة، أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء. إن ذهبت أنت إلى مكة فذبحها ووزعها، وإلا وكل من يذبحها في مكة نيابة عنك ويوزعها على الفقراء. نعم.